سلام بنات، هذا فيديو جديد مع سلمى. فيديو تاع اليوم كيفاش انا نعمل مشروع بالموزون. كيف ما وريتكم في الفيديو السابق كيفاش زولت انا الموزون من هذا الثوب، هذا اللي هو كيتباع، كنعرفوه كيتباع بالمترو، كيفاش باش رجعته انا على شكل هيا كيف ما كتشوفوا على شكل حبات سخطه. هي الطريقه جد سهله. باش ما نطولش عليكم الفيديو، انا نوريكم بالزربه لانني انا سبق لي عملتها، اللي بغى بالتفصيل يشوف الطريقه في الفيديو السابق. انا عنجي من هنا الظهر ديال التو، عنجي هكذا، عنجي هاد الخيط هذا ديال اللون، هنحاول نجي من هنا. ها هو هذا جاني ساهل، نحاول نجبدو. هيا نحاول نجبد هاد الخيط هذا مزيان، نجبد. الا جبدت هاد الخيط هذا شو هنايا غيبقى يمشي كامل، عتجبد غير واحد الخيط ديال الشعر الرقيق غيبقى يطير كامل. انا بديتكم غير بطريقه سهله، الا بغيتو التفصيل عترجعوا للفيديو السابق. كيف ما شفتوا انا شريت هاد الساشيات هادو 5 دراهم لوحده. ها هي هاد شويه هادي 5 دراهم، هاد شويه هادي 5 دراهم. علاش؟ حيت الكاليتي ديالها مزيان. بغيتي كاليتي ناقص كاين بجوج دراهم درهم. انا هاد الطرف هذا اللي نتوما كتشوفوه ها هو كيفاش كبير، فيه علين مترو او مترو زياده كنظن، وشو شحال فيه ديال الصفوفه. قولوا شحال شريتو. شريتو انا ب5 دراهم، يعني 5 دراهم. ملي جيت نشوف انا هذا شحال كيتباع نباكيه، كل شحال جبرتو، جبرتو ب60 درهم. يعني هاد الطريقه هادي مات وعادك مشرف ب60 درهم، ولكن ماشي بنفس الكاليتي. هادو ماجي من الخارج، يعني انتوما الا كنتو في شي موطاع وجبرتو عندكم شي موطاع اللي كيبيعوا الحاجه ديال الخارج او الحاجه ديال المعامل، وصادفتو فحال هاد التوب هذا وبغيتي تخدم على راسك، عتشبر عتشري ساشيات فحال هادو، يكون عندك ميزان ولا شوف العبار بعينك وتحاول تعمرهم. هيدا بلاستيكات، هيدا صغارين صغارين، هيدا اولا بلاستيكات هادو. هاد البلاستيك هادو كيبيعو في الناس اللي كيبيعو الحاجات ديال الحلوى، فحال الطحين الحلوى، الخميره ديال الحلوى، كيكون عندهم هاد الساشيات هادو صغارين كيتباعوا بالكيلو. شريو غير شويه وعمروهم بالموزون ويكونوا علين قد بعطيتهم. نتعامل مع شي واحد كيبيع، شي واحد كيبيع الخيط، الخيط ولا العقيق ولا هذاك، ديلو شي 50 اولا 20 بدنتينا وكلو هاك. انا الثمن ديالي ها هو عتعطيني فيهم مثلا 4 دراهم اولا 5 دراهم، ويبيعوا 6 دراهم اولا بغيتي 3 دراهم. يعني شوف نتينا شحال ما بغيتي تبيعهم، وديك الساعه ان شاء الله يا ربي يكون على يقين بان غيكون عندك الاقبال عليهم كثر. ولا شفتي نتينا شي الوان، صادفتي شي الوان ما كايناش، اولا نتينا عايشه في شي موطع وما كايناش هذا الموزون هذا قليل، كن على بال. ولا عملتي بحال هكذا راه ان شاء الله عاد دخل واحد المدخل. بالمترو الصراحه عتجيك غاليه شويه، لانه بالمترو كيكون كيتباع غالي. انا صادفته هيدا تروفا صغارين عليها جاوني رخاصين، شريت هاد اللون هذا وشريت تروفا صغارين، شريتهم انا بدرهم. ها هما هادو صغارين، الله اكبر، هادو صغارين. ها هو كيف ما كتشوف هذا صغير بزاف، وهذا حتى هو صغير ولكن يخرج. ها هو انا شريته بدرهم، ها هو كيف ما كتشوفو مشرفين، يعني واخا تفتش عليها بالباكيات ما عتجبرهمش. وهذا مات وهذا ما تخافش عليه، يعني تعمل ببلانشار وما تخافش عليه عندك يكشف. كنتمنى نكون فيتكم هذا الفيديو هذا. اللي بغات تخدم على راسها وتبدا بهذا المشروع هذا يا ريت تعمل بهذه النصيحه هذه. كنتمنى تكونوا استفدتم هذا الفيديو هذا مع فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا.